كتحيروا شنو توجدوا للعشاء؟ اليوم جبت لكم الحل، فكره سهله مهله وكتجي لذيذه. تبعوا معي الحلقه باش تكتشفوها. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمه مع حليمه. وصفتنا اليوم شوربه ديال الشعريه، طريقه سهله كتجي لذيذه بزاف، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوها. غادي نحتاجوا في المكونات معدنوس، بصله مشلضه رقيقه، 100 غرام ديال الشعريه، بصله مشلضه رقيقه، 100 غرام ديال الشعريه الرقيقه، قطع ديال اللحم على حسب الرغبه. انا عندي هنا تقريبا 80 غرام اللي كنقطعوه قطع صغيره، خزو مقطع مربعات صغيره، زيت الزيتون، ملح، بزار، خرقوم، ومعلقه ديال الكيتشوب والماء. نخليكم مع لائحه المكونات وغندوزو مباشره نشوفوا طريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. طنجره غادي نديروا شويه ديال الزيت، تقريبا واحد جوج معالق كبار، غادي نزيد بصله مشلضه رقيقه، غادي نزيدوا اللحم وغنحاولوا نشحروه مزيان. مع شويه ديال البزار والملح اللي دائما كيكون على حسب الذوق، غادي نزيد معاهم حتى خيزو، نشحر كل شيء. غادي نزيدو معلقه كبيره ديال الكيتشوب تعطينا الخطوريه والمذاق لهذا الشوربه. صافي، غادي نخلي المكونات مع بعضها كيتشحروا مزيان، عاد باش كنزيدو باقي المكونات. ملي كيتشحروا مزيان مع بعضهم غادي نزيد الماء الكافي، وغادي نخليه حتى كيغلي، عاد باش كنزيدو الشعريه والمعدنوس. ملي كيغلي الماء غادي نزيد الشعريه واحد 100 غرام تقريبا، المعدنوس واحد المعلقه كبيره عامره مزيان، وشويه ديال الخرقوم. غادي نحرك واحد شويه باش الشعريه ما كتلصقش، غادي نخليوها طيب على نار متوسطه ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا بعد ما طابت كتكون هكذايا، كتجي لذيذه بزاف، مكوناتها بسيطه وكتوجد بسرعه. ممكن طبعا اللحم نغيروه نبدلوه بالدجاج، قطع ديال صدر الدجاج هو كيجي مزيان، ممكن حتى قشيوشات ديال الدجاج، يعني كتبقى الاضافات اختياريه. وبالنسبه للخضر فممكن تغيروها على حسب اللي توفر لكم وعلى حسب الخضر اللي كتبغيوها تكون الشوربه ديالكم. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها. كنشكركم دائما على المتابعة، وطبعا ما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء.